السلام عليكم. انا اعرف ان الام وبنتها بيبقوا اصحاب، واعرف ان هما بيبقوا اصحاب جدا كمان، لكن ما تخيلتش ان الام درجة الصحابية ان هي ممكن كمان تاخد خطيبها من بنتها. دي الكارثة اللي حصلت من ايام بسيطة، والبنت اللي وقفت قدام محكمة الاسرة بتتكلم فيها وبتقول اخدت خطيبي في الاول وبعد كده اخدت جوزي، اتجوزت، وبعد ما اتجوزت خطيبها اللي كانت شكة ان في علاقة معينة ما بينه وما بين امها، كان دايما بيتكلم على امها في فترة الخطوبة، ولكن بعد كده قالت الموضوع عادي وما حسيتش ان الموضوع، لغاية لما اتجوزت وتأكدت من حاجات معينة وتأكدت ان امها في علاقة معينة ما بينها وما بين جوز بنتها. البنت اللي قررت على طول انها تقاطع امها، وقررت انها تقاطع عيلتها كلها، لان هم كلهم قالوا لها انت بتتكلمي في الغلط. في الوقت ده على طول البنت قررت انها تقطع علاقتها بكل اهلها، هم اسرية ومعهم فلوس وتقدر انها تصرف كمان على نفسها، وقررت تروح لمحكمة الأسرة لجنة فض المنازعات في منطقة التجمع علشان تقول للقاضي جوزي بيخني مع أمي. هي مش متأكدة ولا بتقول كلام دايركت كده أو بطريقة مباشرة إن في علاقة معينة، ولكن في التلميحات بتاعتها كلها في القضية بتاعتها بتقول إن في علاقة معينة. ما شرحتش القضية أو ما شرحتش شكل العلاقة إيه، ولكن في المجمل هي في أم ممكن تاخد خطيب بنتها أو جوز بنتها من بنتها ولا ايه تحديدا؟ طب الام اللي تعمل حاجه زي كده تبقى ايه؟ شويه ولا بالظبط تبقى ايه؟ رايكم يهمنا، ورايكم وتعليقاتكم يهمونا. وخلي بالكم في النقطه الاخيره اللي احنا هنتكلم عليها، الا وهي البنت دي بالرغم ان هي قطعت اهلها بالمنظر ده، يا ترى كده برضو بيقع عليها الضرر ان هي كده بتعادي اهلها في يوم من الايام، ولا الموضوع غير كده تماما؟ هننتظر تعليقاتكم. السلام عليكم.